السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا، هو إزاي أكون سؤال. قبل ما أعرف ليه بكون سؤال لازم أعرف اللي هو طلبة إعدادي وطلبة ثانوي وطلبة اللغات، حتى لو في برايم في ابتدائي محتاج جدا يبقى عارف إزاي يكون سؤال وإزاي يجاوب على السؤال وإزاي يكون جملة وكده. ليه؟ لأن عندي سؤال مهم جدا اسمه دايالوج. دايالوج يعني محادثة، محادثة بتكون ما بين اتنين، بتكون بالتالي يعني يا اما سؤال بجاوب عليه يا اما جمله وبعمل عليها سؤال. فالنهارده درسنا ازاي نعمل كويشن. اول حاجه الكلمه دي اسمها كويشن، النطق الصح لها اسمها كويشن مش كويشن. كويشن كويشن السؤال. السؤال في الانجليش نوعين، هنقسم الحلقه على حلقتين ان شاء الله، حلقة للنوع الأولاني وحلقة إن شاء الله للنوع التاني. النوع الأولاني بنسميه yes أو no question، والنوع التاني بنسميه w h question. ده النوع الأولاني yes و no، والنوع التاني w h. عايزين نعرف ليه سميناه yes أو no. النوع الأولاني اللي هو yes أو no question هو سؤال بيبدأ بفعل مساعد، وأي فعل مساعد في الدنيا لما يبدأ بالسؤال أو يبدأ سؤال يبدأ بفعل مساعد أنا بجاوب عليها بيس أو نو، فعشان كده سمينا النوع ده يس أو نو. والنوع التاني سميناه دبليو اتش لأنه سؤال بيبدأ بكلمة استفهام، وكل كلمات الاستفهام بتاعة الإنجلش بتبدأ بدبليو اتش ما عدا كلمة هاب. تعال نمسك نوع نو ونبدأ النهارده يومنا بيس أو نو كويستشن. يس أور نو كويستشن. أول حاجة النوع ده هو سؤال تعريفه يعني سؤال يبدأ فعل مساعد. حتة مهمة جدا جدا جدا، ناس كتير لغاية دلوقتي ما يعرفش يعني ايه فعل مساعد. الفعل المساعد يا جماعة أي جملة في الدنيا، أي جملة في الدنيا بتتكون لازم تكون بتتكون من فاعل، فعل مفعول. ده تعريف الجملة مش السؤال. فاعل يعني subject، verb يعني فعل، object يعني مفعول. لو انا عندي يا جماعه ما فيش جمله في الدنيا ما بيكونش فيها فعل، لازم يكون فيها verb. لازم الجمله الوحيده اللي ما فيش فيها verb، فانا لو ما لقيتش الجمله فيها verb يعني انا بقول لك انا سعيد ما فيش فيها فعل اصلا بالعربي، فبحط verb to be am او is او are او was او were. غير كده لازم الجمله تكون فيها verb. فانا لما اقول لك I play football أي جملة فيها verb. أي ده فاعل، أنا مش عارف بلاي ده إيه، بس football ده مفعول اسم، فبالتالي أكيد جدا إن ده verb. ده verb. لما أقول لك I have a car، أي ده فاعل وcar ده مفعول اسم، أكيد ده verb. بس لما أقول لك I have got a car، اي ده فاعل مش عارف ده have ده ايه، بس انا عندي got ده verb فعل، يبقى بالتالي have ده فعل مساعد. الفعل المساعد بيكون ما بين الفاعل وبين الverb، ما بين السبجكت وما بين الverb. في جمل ما بيكونش فيها فعل مساعد، بس في جمل كتير جدا فيها فعل مساعد. بعرفه منين؟ بيكون ما بين الفاعل والفعل. أي جملة في الدنيا لازم يكون فيها verb. طب تعال نكمل النهاردة إزاي أكون سؤال باستخدام فعل مساعد. قال لك أول حاجة أنت بتحط الفعل المساعد. الفعل المساعد بالإنجليزي اسمه helping verb، يبقى أول حاجة بحط ال helping verb. بعد كده بحط الفاعل، بحط الفاعل اللي هو subject. بعد كده بنحط الفيرب الفعل. على فكره في جمل كتير جدا او اسئله كتير جدا ما بيكونش فيها فعل، يعني ممكن السؤال ما يكونش فيه فيرب، تمام، وبكمل الجمله زي ما انا عايز. طب تعال نشوف كده جمله ونعمل عليها سؤال. Yes he is a doctor. مبدئيا انا عندي لما احب اعمل سؤال والإجابة فيها yes أو no
فانا عندي طالما في عندي يس او نو هعمل 3 خطوات. اول خطوه انا بنقولها للطلبه بنهزر معاهم بنقول تزغرط او تصفر لو انت ولد فرحان جدا، ايه ده سؤال في يس ونو هزغرط او اصفر. تاني حاجه اشيل يس او نو شخبط عليها يبقى زغرط بعد كده وبعد كده اشخبط. بعد كده انا بعكس اول كلمتين، بس وانا بعكس اول كلمتين لازم اتاكد ان الكلمه اللي انا بعكسها دي فيها فعل مساعد. احنا قلنا verb to be اللي هو am و is و are بيكون فعل مساعد، يبقى is he وبكمل سؤالي is he a doctor، يبقى انا قلت is he a doctor، انا جبت اتاكدت ان is ده فعل مساعد فبدات. خلي بالنا ان is ده لما يجي في الاول بيكون معناه have. تعال نعمل سؤال تاني بيقول لنا example تاني yes they are sleeping. عايز نعمل سؤال 3 خطوات احنا قلنا عليها، هنزغرط فرحانين جدا، بعد كده هنشخبط على yes و no، بعد كده هعمل مقص. وخلي بالي وانا بعمل مقص ان يكون اللي بعمل مقص ده فعل مساعد. احنا قلنا am و is و are و was او where ده فعل مساعد، يبقى are، يبقى احنا قلنا are they وبعد كده اما نحط كلمه مطلع ايه sleeping. ناس كتير جدا فاكره ان انا طالما بعمل سؤال انا بشيل ال ing، لا طبعا طالما في am و is و are تفضل ال ing زي ما هي. ناخد اكزامبل كمان الاجابه لو فيها نو اكزامبل نو I am not a vet. أنا مش طبيب بيطري. قلنا بالترتيب كده أول حاجة هنزغرط هنشخبط هنعكس أول كلمتين، بس بالراحة كده أول كلمتين عندي I والتانية am أعكسهم مع بعض am I. بس قالك لأ، أنت لما بتلاقي I am في الجملة حولها في السؤال تبقى are you، هتحفظ جدا وتبقى فرحان جدا لما يجيلك I am لأن أنت هتحولها تبقى are you. طب والنقطة دي هتتشال are you a vet، هل انت طبيب بيطري؟ ركز كده في السؤال اللي جاي ده كده no I am a vet. احنا قلنا هنزغرط هنشخبط عرفنا I am تبقى are you are you. طب بيقولك لا انا طبيب بيطري، اوعى تقول are you a vet. لو كانت منفية زي دي كده هتقول are you a vet. انا بقول لك بتقول لي انت سألتني سؤال فبقول لك لا انا مستر مجدي، فحد يقول لي هل انت مستر احمد هل انت مستر علي، هيجيب لي اي اسم غير مستر مجدي فبقول لا ده انا vet. are you a teacher، هل انت مدرس؟ مكملين لسه في تكوين السؤال النهاردة بنقول yes I was eating meat. ايوه انا كنت باكل لحمه. هنمشي بالخطوات اللي احنا قلناها، هنزغرط فرحانين جدا، هنشخبط على يس او نو، هعكس اول كلمتين، انا عندي I was تبقى was you واكمل جملتي eating زي ما هي اوعى تشيل الاي ان جي ميت. بس واحد هيقول لي يا مستر ثواني يا مستر انت عندك غلطه، ايه هي؟ مش انت قلت لنا في درس الجرامر بتاع فيرب تو بي في الزمن الباست ان ووز بيجي معاها اي وهي وشي وات؟ صح. وير بيجي معاها وي ويو وزي؟ طب ما انت عندك يو. صح، يبقى انا هشيل ووز واقول وير. يبقى هحفظ كده ان I was تبقى تحول تبقى where you. where you eating meat؟ اوعى تنسى علامة الاستفهام دي بنص درجة لوحدها. نكمل برضو مكملين في تكوين السؤال yes او no، مكملين في yes او no. بيقول لنا example no I بلاش no خليها معلش بيس كده واحدة بيس Yes, I like English. ناس كتير جدا هتيجي تقول لي ايوه هنزغرط بعد كده هنشخبط بعد كده نعمل مقص
تعال نعمل مقص اي لايك يبقى لايك يو. ثانيه واحده، هو لايك ده فعل مساعد؟ لا يا مستر، بس انت قول لي اعمل مقص اعكس. بس وانت بتعكس لازم تتاكد ان انت بتعكسه ده اول كلمه فعل مساعد. طب تعالى كده يا مستر، اي ده فاعل، لايك دي مش عارف فيها ايه، دي ايه؟ انجلش ده اسم، ده مفعول، يبقى اكيد انت قلت لي ان مفيش جمله مفيش فيها فعل، فبالتالي لايك ده فعل، يبقى ما ينفعش ابدا السؤال بلايك. امال يا مستر مفيش هنا فعل مساعد؟ طالما مفيش فعل مساعد يبقى حاجه من الثلاثه، لا اما دو، لا اما داز، لا اما ديد. بما ان الفعل ده في المصدر يبقى انا هبدا اقول دو. طب لو كانت فيها اس يبقى داز، لو في الماضي يبقى ديد. نقول تاني، امتى استخدم دو او داز او ديد؟ لو ما كانش هنا في فعل مساعد زي الجمله اللي قدامي، ولو هو في المصدر خد دو. بعد كده انا عندي اي بتتحول تبقى يو، دو يو. كمل سؤالك، دو يو لايك انجلش؟ هل بتحب الانجلش؟ اوعى تنسى كويشن مارك. تعال نكمل، يس شي درينكس ميلك، ايوه هي بتشرب لبن. اتصل ال يا مستر، اوكي هنزغرط هنشخبط، هنعكس اول كلمتين ناقصه هنا اس، سوري هنعكس اول كلمتين. اول كلمه درينك ده فعل عمر ما يبدا بيه السؤال، طالما ما فيش فعل مساعد موجود يبقى احط دو او داز او ديد، بما ان هنا اخرها اس يبقى داز شي. هل اسيب الاس ولا اشيلها؟ طالما حطيت دو او داز او ديد يبقى فعل في المصدر، داز شي درينك. كمل سؤالك، ميلك الكويشن مارك بتاعك، كمل معايا، يس I saw a lion، ايوه انا شفت اسد. تعالى نعمل سؤال، هنزغرط هنشخبط هنعكس اول كلمتين، بس اول كلمه دي saw the verb، يبقى انا هدور من دماغي على do او does او did، طالما ده ماضي يبقى did، حولت I تبقى you حفظناها خلاص، ارجع saw اصلها see، did you see a lion؟ سؤال سهل جدا وحاجات مهمة جدا. تعال نخش على أشياء أعلى شوية. بقول لك مثلا إحنا من شوية مركزين مع يس لأن فيها أفكار، هنعمل الجمل بنو بس النو بتبقى سهلة قوي، فأنا مركز على يس الأول. يعني مثلا لو عملت جملة زي دي كده، نو زي ويرنت هابي، لا هما ما كانوش فرحانين. هنعمل زي ما احنا قلنا، هنزغرط هنشخبط هنعكس اول كلمتين، طالما الجمله اصلا منفيه، الكلمه دي منفيه، فاكيد ده فعل مساعد، لان فعل المساعد هو اللي بيتنفى، فالموضوع سهل قوي مفيش فيه افكار. اوير زي هابي بيبقى بنو جميله جدا. طب يا مستر اعمل لنا بيس، نعمل بيس، ركز معايا قوي في السؤال ده، يس مستر مجدي، اجيب اسمي بقى، يس مستر مجدي ريد ستوري. هنزغرط زغرطنا، هنشخبط شخبطنا، اعكس اول كلمتين، ادي ريد وادي مستر مجدي هنعكسهم مع بعض. ريد ده فيرب، فانا المفروض ان انا احط من دماغي دو او داز او ديد، لو هو في المصدر زي قدامي المفروض احط دو، ولو هو في اس احط داز، ولو هو في الماضي هيكون ديد. بس ثانية واحدة، هو أنت عندك معلومة يا مستر إن أنا عندي ريد يعني يقرأ والماضي بتاعها ريد، بتتنطق بس نطق مختلف بس بتتكتب زي ريد بالظبط؟ أه بجد ما كنت ناسي، يعني أنت قريت غلط، ده هي اسمها يس مستر مجدي ريد ستوري. طب وليه يا مستر مش مضارع؟ أصل مستر مجدي ده لو جملة مضارع كنت حطيت هنا اس، بس هنا مفيش فيه اس، هنا مفيش فيه اس، يبقى الجملة دي في الماضي، وهبدأ أقول ديد مستر مجدي ريد ستوري. ويعني إيه ديد هنا في الأول؟ يعني هل، طب وير معناها هل؟ كل الأفعال المساعدة اللي استخدمناها ديد ودو وداز وهاز، كل ده لما يجي في الأول بيكون معناه هل. في سؤال مهم جدا عايز الطلبة تركز فيها،
بقول يس اي هاف ا كار، ايوه انا عندي عربيه. ناس كتير جدا هتعمل كده، ايوه يا مستر، هنزغرط وهنشخبط وبعد كده نعكس اول كلمتين هاف ثانيه واحده. احنا مش قلنا نتاكد الاول يا ولاد؟ انت متسرع ليه؟ بتجري ليه؟ اهدى شويه. ايه يا مستر في ايه؟ اتاكد دي اصل هاز وهاف وهاد بيمشي فعل مساعد وبتمشي فعل. طب اعرف ازاي؟ بص على اللي بعدها، كار ده اسم وده اي ده فاعل، مفيش جمله مفيش لازم يكون فيها فيرب، يبقى هاف ده فيرب ما ينفعش ابدا بيها. يبقى اقول دو يو هاف ا كار، دو يو هاف ا كار، هل انت عندك عربيه؟ طب لو قلت لك يس اي هاف جوت ا كار، فين الفيرب هنا في الجمله؟ جوت اهو، جوت حصل على، يبقى ده كده فعل مساعد. تعالى يلا نشخبط، شخبطنا بعد ما زغرطنا، اعكس اول كلمتين واتاكدت ان في فعل في الجمله اهو، ده فعل، يبقى هاف يو جوت ا كار. تمام، سهله قوي يا شباب. لو قلت لك مثلا يس شي هاز ا كار، هاز ده فعل مساعد ولا فعل؟ بص بعدها دي كار، ده مفعول ده اسم، يبقى ديت خلاص does she have، ارجعها لاصلها a car. تمام، النهارده يا جماعه كان معانا النهارده تكوين السؤال. طب تعالى كده نجاوب، احنا ازاي نجاوب على السؤال؟ يعني مثلا بيقول لي مثلا can you sing، طالما ده سؤال مش اوله دبليو اتش او كلمه هاو، يبقى ده سؤال بفعل مساعد، يبقى انا لازم اجاوب عليه بيس ونحط بعدها كوما او نو وبعد كده اعكس اول كلمتين، كان يو تبقى يو تتحول تبقى اي، يس اي كان، طب نو نو اي كانت. هو انا ممكن اكمل يا مستر اقول يس اي كان سينج، يس، نو اي كان سينج، يس. طب ينفع اقول نو اي كان مثلا بلاي فوتبول؟ صح. ده ازاي نجاوب على السؤال؟ ده النهارده يا جماعه درس مهم جدا. سؤال النوع الاولاني باستخدام فعل مساعد، ركز معايا، اي حد عنده اي سؤال يبعت لي، طبعا هتعمل سبسكرايب ولايك وزرار الجرس وكل حاجه وظبط القناه كده. يلا مع السلامه، نتقابل ان شاء الله الحلقه الثانيه دبليو اتش كويشن. على الف سلامه.